السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنلقي نظرة عامة على ميوباد، وهو أحد أدوات ماتلاب للتعامل مع الرموز الرياضية. لتشغيل البرنامج، إما أن أنا أكتب ميوباد من في المشير أو إنتر، أو نكتب ميوباد ويلكم إذا أنا عايز الشاشة البداية. ميوباد ويلكم وإنتر، هتظهر لي شاشة ميوباد. ممكن من هنا نفتح ملف جديد أو نختار ملف موجود. بيئة ميوباد كما تلاحظوا هنا في مكان المشير عشان تكتب أي تكست هنا، وهنا عشان تدخل التعابير الرياضية مباشرة. يعني لو أنا عايز أكتب تكست مثلا، أكتب lecture one، وهنا أكتب أي عمليات رياضية 2 + (5)√ الجذر التربيعي للخمسة وانتر. هتظهر لي العملية مباشرة برموز رياضية. ممكن عشان تظهر النتيجة تكتب فلوت وعلامة النسبة المئوية وانتر، بيطلع لك الناتج بالشكل ده. ممكن كمان اعرف دالة، لو كان عندي اف اكتب النقطتين ويساوي، واكتب الدالة لتكن الدالة اكس في كوزاين اكس. وانتر، الدالة اف اصبحت مخزنة على انها اكس كوزاين اكس. او جي نقطتين ويساوي، ممكن الدالة جي نكتبها على انها القيمة المطلقة الابسوليوت اكس على اكس وانتر، بتظهر لي الدالة بالشكل. ممكن اجري اي عملية على اف، يعني لو عايز اشتق اف اكتب دي اي اف اف وافتح قوس اف بالنسبة لاكس طبعا وانتر، هيديني مشتقة الاف. لو انا عايز ارسم الاف اكتب بلوت اف وانتر. لو عايز ارسم الاف مع الجي ممكن اكتب هنا واجي وانتر، يطلع لي الاف والجي. ممكن اعمل العمليات من هنا، يعني ممكن اختار، لو تلاحظوا هنا الادوات، صندوق الادوات هنا، المشتقة، النهاية، المجموع، التكامل. مثلا لو انا عايز تكامل الدالة اف اختار تكامل، هل انا عايزه محدود ولا تكامل بس، اختار التكامل. ممكن اكتب هنا دالة اف او اي دالة، وممكن اكتب طبعا بنختار بالتاب، وممكن نكتب مثلا واي اس 2 دي واي مثلا عشان يطلع لي واي اس 3/3 بالنتيجة. ممكن كمان من هنا اختار المصفوفة، يعني هنا ممكن اختار 2 × 2 مصفوفة 2 × 2. طبعا نضع التاب، التاب او ده اول عنصر واحد، العنصر الثاني مثلا 2 3 4 وانتر، تكونت لي مصفوفة. لو عايز اسمي المصفوفة دي ايه، ممكن اروح هنا في المكان الكتابة واكتب المصفوفة ايه
نقطتين ويساوي، وانتر. خلاص اتعرفت على انها المصفوفة ايه. لو انا عايز معكوس المصفوفة او المصفوفة مضروبة في عدد، يعني لو عايز 3 في ايه، هيديني نتيجة الضرب. لو انا عايز معكوس المصفوفة ايه، هيبقى ايه اس سالب 1، وانتر، يعطيني المعكوس. لو طبعا ضربت المصفوفة في معكوسها ايه اس سالب 1، هيديني المحايدة اللي زي ما انتم شايفين. كمان على فكرة في المصفوفات ممكن اعرف مصفوفة مثلا ام، اكتب نقطتين ويساوي عشان اعرفها، واكتب ماتريكس وافتح قوس، واعمل نوع المصفوفة مثلا 3 في 3، اكتب 3 و3، وافتح قوس واكتب العناصر اللي هتكون في القطر، ولتكن 1 و2 و3، واقفل القوس واكتب دياجونال عشان تطلع قطرية. نلاحظ الدي كابيتال، وانتر، تطلع لي المصفوفة لو تلاحظوا كلها صفرية ما عدا 1 و2 و3 قطرية. ولو انا بدل دياجونال كتبت باندد، البي كابيتال باندد، هنلاحظ انه اتوزعت بالشكل ده. ولو اخترتها 4 في 4، يعني المصفوفة 4 في 4 او 4 في 3 ممكن، وانتر، تطلع بالشكل ده. وكمان ممكن على فكرة اكتب بلوت واكتب واختار بلوت ماتريكس من هنا من بلوت كومن، واختار بلوت ماتريكس هنا، ماتريكس بلوت، واختار مثلا 3D، واكتب المصفوفة انا سميتها ام مثلا، وانتر. هتلاحظوا انه ظهرت لي المصفوفة بالشكل. طبعا ممكن، وظهرت هنا، لاحظوا ان انا ممكن اغير في الرسم، ومن هنا ممكن احركه او ادوره. طيب لو انا عايز استخدم التولز ايضا، ممكن غير المصفوفة ممكن اخد البلوت من هنا، ممكن احنا نعملها، ممكن ناخد بلوت من هنا ونعمل اي دالة، ليكن انا مثلا ممكن نختار اي دالة لتكن ساين اكس سكوير، وانتر، هتترسم الدالة. ممكن كمان اختار من هنا الرسم 3 ابعاد، ونكتب اي دالة، ولتكن مثلا اكس في كوزاين واي، ونضغط انتر. هتترسم الرسم بالشكل ده. طبعا ممكن نغيره ونشيل زي ما هو متعارف في برامج
كمان ممكن نختار من جنرال ماث هنا اكسباند فاكتور، ممكن نختارها ممكن نكتبها. يعني لو عندي مثلا واحد زائد اكس الساعة 10 مثلا، وانتر، هتلاحظوا المفكوك. ولو عايز اعمل سمبليفاي لنفس اللي موجود سابقا وانتر، هيرجع لي اكس زائد 1 أس 10 اللي هي كانت موجودة. ممكن ايضا نعمل فاكتور، ونفتح قوس ونختار مثلا 1 - x أس 16 وانتر، هيطلع لي المفكوك او العوامل. ممكن نختار الاعداد، يعني ممكن ناخد فاكتور 120، نطلع لي العوامل 2 أس 3 و3 و5 بالشكل. يعني ممكن ناخد سام وناخد اي اس ناقص اكس اللي هي اكسبوننت ناقص اكس، على مثلا اكس تربيع زائد 1، و اكس من الصفر الى ما لا نهاية. ممكن ما لا نهاية نختارها من هنا، ممكن نكتبها انفينيتي، ممكن نختار ونقفل القوس وانتر. لاحظوا كتبها لي بالشكل ده. لو انا عايزها بطريقة بالقصور العشرية، ممكن اكتب فلوت وافتح قوس وانتر. لاحظوا كمان ممكن اعمل البرودكت، البرودكت من هنا ممكن ناخده كمان برودكت، واخد مثلا برودكت ان مثلا من ان تساوي 0 أو 1 إلى 10 مثلا، اللي هو هيطلع لي حاصل الضرب وانتر. لاحظوا ان ده تقريبا هيطلع نفس حاصل الضرب بتاع المضروب. يعني لو اخدت مضروب 10، المضروب وانتر، هيطلع نفس الرقم. ممكن احسب كمان الكسور الجزئية، اكتب بارت فراك وافتح قوس، والبسط عندي ليكن اكس زائد 3، والمقام اكس تربيع ناقص 1 مثلا، عشان تكون بسيطة، ونقفل القوس وانتر. هيحولها لي الى كسور جزئية 2 على x ناقص 1 ناقص 1 على x زائد 1. ده كل شيء في محاضرتنا اليوم. شكرا لحسن استماعكم.